توابع زلزال خروج برشلونة من دوري ابطال اوروبا على ايد بايرن ميونخ بهزيمة تاريخية 8-2 كان ليها اثر كبير جدا على القلعة الكتالونية. رسالة وصلت من جهاز فاكس على ادارة برشلونة قلبت الكوكب كله. 10 مليون تويتة في 12 ساعة بتتكلم على احتمالية خروج ميسي من الكامب نو عشان يروح ملعب الاتحاد عشان يعمل لم شمل تاني في مانشستر سيتي مع مدربه جوارديولا اللي على علاقة ودية جدا مع ميسي. اللي بيجرى في برشلونة وميسي رايح فين وهل ممكن يكون في الاليانس ارينا وازاي جمهور برشلونة هيشكروا بايرن ميونخ يوما ما على الهزيمة اللي حصلت في تشامبيونز ليج؟ ده اللي هنعرفه معانا في حلقة النهاردة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة الحريف مع أخوكم عمرو شريف. النهاردة هنتكلم على ليونيل ميسي رايح فين، إيه اللي جرى في الكوكب، المجرة كلها اتقلبت على خبر خروج ميسي من برشلونة، توابع الزلزال اللي حصل في الشبونة بعد خروج البارسا قدام بايرن ميونخ بهزيمة كبيرة جدا عملت حريق كبير في برشلونة. والصراحة ان مش ضربتين بس في الراس توجع في برشلونة، لا ده اكتر من 4-5 ضربات. بتتكلم على خسارة الليجا، بتتكلم على التخبط الاداري، بتتكلم على البقرات المقدسة، بتتكلم على الخسارة من بايرن ميونخ، دلوقتي بيتكلموا على خروج ميسي وتوابعه وايه اللي هيحصل في البارسا في قادم السنين. الموضوع في برشلونة ما فيهوش اي استقرار، جحيم فعلا تحت نجيلة الكامب نو. لكن قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقة ياريت تظبطوني لايك، ياريت تدعموني باشتراك في القناة لو ما كنتش مشترك واول مرة ليك، وياريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد اول باول. ليونيل ميسي احد الظواهر اللي شفناها في العشرة 15 سنة الاخيرة في كرة القدم. ما فيش حد ما بيتفرجش على ميسي ويقول في لعبة او لعبتين الله، لدرجة ان اصحابي مدريديين بدأوا يتكلموا ويقولوا لا يعني ما نتمناش ان نهاية ميسي في اسبانيا او مع برشلونة تطلع بالثمانية بتاع بايرن ميونخ، يعني من خصومه. كتير جدا من مشجعي الاندية التانية بتتفرج على ميسي في الليجا عشان بس تشوف مهاراته، صنعه للعب، تهديفه، جواله، كل الكلام ده. انا واحد من الناس بيتفرجوا على برشلونة عشان ليونيل ميسي، واتكلمت في اكتر من حلقة على تحليل لماتشات برشلونة عشان بصراحة ميسي هو اللي بيجذبني للليجا، هو اللي بيخليني اتفرج، لان برشلونة من الفرق اللي بحبها في اسبانيا واللي بتنافس ريال مدريد طبعا اللي مفيش مشجع بافاري بيحبه. ادارة برشلونة يا جماعة برئاسة بارتوميو لحقت نفسها بسرعة بعد الثمانية والهزة الكبيرة اللي حصلت وراحت جابت كومان. مدرب فيه التفاف واتفاق من جمهور برشلونه عليه، مدرب من الناس اللي شاربين مدرسه برشلونه، الناس اللي لعبوا في برشلونه اللي عارفين خفايا وكواليس النادي، فاحتماليه نجاحه بتبقى اكبر من غيره طبعا من المدربين اللي يعني في طول تاريخ برشلونه بينجحوا معاهم، زي مثلا بايرن ميونخ بينجح مع المدرب الالماني. كومان قعد مع ميسي واتكلم ان هو انت حجر الزاويه في المشروع، ولكن حسب التسريبات ان انت مش هتتمتع بمزايا زي اللي كنت بتتمتع بيها قبل كده، وان اوضه اللبس لازم تتفور ولازم نشيل الناس اللي جوه اصحاب ميسي بقى، سواريز، البا، بيكي، كل الناس اللي هم بوسكيتس، اللعيبه اللي هم بيتكلموا عليهم جمهور برشلونه بيقولوا البقرات المقدسه. طبعا ده شيء كويس جدا لجمهور برشلونه، ولكن ميسي يبقى هو الاستثناء. طيب هل ميسي يا جماعه زي ما حصل جدل كبير اكبر من برشلونه عشان يحصل كل الزلزال ده؟ مفيش لعيب اكبر من نادي، حتى لو كان مارادونا ولا ميسي ولا كريستيانو رونالدو. والحقيقه ان النوادي الكبيره بتكمل بعد اعتزال اللعيبه، سواء ميسي اعتزل او انتقل لنادي تاني، ولكن في حقيقه واحده لازم وانت بتبص لميسي فيها ان انت تشوفه على انه استثناء. ميسي بكل واقعيه هو احد اساطير كره القدم. مع برشلونه جاب لهم 4 تشامبيونز ليج، قبله كانوا كاسبين واحده بس، وعارفين ارقامه والدوريات اللي كسبها، عارفين بدا ازاي، عارفين نشاته وان برشلونه اللي عالجه، فقصه كبيره جدا يعني مش حلو انها تنتهي النهايه دي. وعلى فكره هو مش زي كريستيانو رونالدو، يعني المقارنه برضو صعبه. ليه؟ لان رونالدو طلع من البرتغال على انجلترا وبعد كده طلع على اسبانيا ومن اسبانيا على ايطاليا، انما ميسي قعد فترته كلها يعني تقريبا حياته كلها في برشلونه، فالموضوع بالنسبه لميسي مختلف تماما. وعجبني جدا الاسقاط اللي عمله كابتن محمد عواد على ان ميسي هو مايكل جوردون اللعبه، واتكلم على وثائقي نتفليكس اللي اتفرجت عليه عن مايكل جوردون واخر ايامه في شيكاغو بولز في 97-98 لما اخر كانت بطولات شيكاغو، لما حصل تفوير للفرقه او الفرقه اتشتت شملها بسبب الاداره وتخبطاتها الاداريه، وبعدها الاسطوره مايكل جوردون راح يلعب بيسبول وشيكاغو بولز ما شافش اي طريق للنجاح، بعد ما طبعا فيل جاكسون المدرب نهى عقده والاداره كانت بتحارب اللعيبه اللي شايفاهم هم اللي واخدين كل النجوميه واحنا في الظل. نفس تقريبا الاسقاط ده على برشلونه، ازاي بارتوميو، ازاي ابيدال، وازاي من
3 4 سنين ازاي في حرب خفيه كده في كواليس النادي الكتالوني ما بين ميسي اللعيب الكبير واللي كل الجماهير شايفاه هو النجم وهو المسؤول عن النجاحات، وما بين اداره بتعمل في الخفاء، اداره الى حد كبير شايفها فاسده، بتعمل صفقات غلط، بتدفع فلوس غلط، بتعمل حاجات من تحت الترابيزه. ميسي في الاخر طلع وانفجر واتكلم على ان ده ما ينفعش وان احنا كده مش هناخد بطولات. طيب ميسي هيروح فين لو انتقل؟ وان كان برضو احتماليه انتقاله انا شايفها 50% وبقائه 50%. بايرن ميونخ حسب كريستيان فالك وحسب بيلد طلعت واكدت ان الربط بيننا وبين ميسي مش هينفع وان احنا فرقه مش محتاجين ليونيل ميسي. عايز اتكلم واقول ان اليوفي اشترى رونالدو عشان ياخد الشامبيونز ليج. بايرن ميونخ يا جماعه بياخد الشامبيونز ليج بهانس فليك، مدرب اول مره يدرب يعني فرقه كبيره، مدرب اول مره يوصل نهائي واول بطوله الشامبيونز ليج، خد الثلاثيه. فطبعا انا مش محتاج ليونيل ميسي، لكن انا كمشجع بافاري اكيد من الناحيه الفنيه من الناحيه التسويقيه احب ان انا يبقى ليونيل ميسي في الاليانز ارينا، ولكن منطقيا ده مش هيحصل لان حسب كمان بيلد ما فنطت واتكلمت وقالت، قالت طبعا في الكورونا ما تقدرش تدفع مبالغ كبيره، واحنا يعني شفنا صفقات بايرن جاب ساني ب 50 مليون بعد سنه واربع شهور يعني طلع عينينا فيه، بعد كده جاب كواسي ونوبل مجانا، وبنتكلم على ظهير ايمن ولاعيب وسط لو تياجو طلع هنشوف ايه اللي هيحصل، لسه السوق مش متضحه قوي. واتكلموا كمان ان روح الفريق اهم حاجه عند هانس فليك، مش هضرب انا روح الفريق واوضه الخلع الملابس بنجم زي ميسي ليه اضواءه وليه شهرته، فده طبعا صعب جدا وعايز انا اكمل مع المجموعه نفسها عشان عندي لسه مشروع ونجاحات وعندي شباب عايز يطلع، وده مشروع كمان لهانسي فليك ماشي وشغال عليه. اما السبب الثالث فاتكلموا وقالوا ان هانسي فليك مش عايز يجيب منافس لتوماس مولر، هو الراجل راضي بالتشكيله، مولر منفجر معاه، عامل احسن اداء، راجل عمل يعني اداء اسطوري في البوندسليجا والبوكال وكمان الشامبيونز ليج، فانا هجيب منافس ليه يزعجه ويعكر صفو مزاجه. اما رابع حاجه هيكل الرواتب اللي هو مقدس جدا في بايرن ميونخ، فلا يمكن البايرن يفكر انه يجيب حد زي ميسي، بتتكلم ترانسفيرز على حسب اكتر من مصدر ان الراجل بياخد 988 يعني 1000 باوند في الاسبوع، يعني حاجة مش طبيعية، مين يقدر يدفع المبلغ ده؟ فكده بايرن ميونخ انهى كل الاشاعات وانهى كل الحبر السائل على الصحف والجرايد ان بايرن مهتم او ممكن يشتري ليونيل ميسي. بالشكل ده ليونيل ميسي حسب رأيي خياراته هتكون فين وهيروح فين؟ وايه الافضل ليه؟ الحقيقة يا جماعة ان ليونيل ميسي اكتر من فرقة بتتكلم بس لسه مش واضح، هو يعني مفيش اي بيان رسمي، كل الكلام ضغوط على الادارة ان هي تستقيل، ولكن خلينا نروح للاخر مع الاخبار ونتكلم على ان باريس سان جيرمان قبل اهتمام مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، الانتر واليوفي. احنا بنتكلم يا جماعة على اليوفي يعني رونالدو، الانتر يعني لو تارو مارتينيز مع لوكاكو مع كونتي، بنتكلم على باريس سان جيرمان يعني نيمار ودي ماريا وايكاردي يعني خيال علمي. اما لو راح بقى انجلترا فبنتكلم مانشستر يونايتد مع سولشاير، وبنتكلم على السيتي بقى جوارديولا وكيفن دي بروين ورحيم وكل الرجاله الحلوه دي. انا بالنسبه لي لو سالتني يا عمور هو يروح فين اقول لك مانشستر سيتي والدوري الانجليزي. ليه يا معلم؟ انا الدوري الايطالي ما بتابعوش قوي، فبالتالي انا واحد بيحب يتفرج على ليونيل ميسي، فاكيد يعني لو راح انجلترا هيبقى افضل. طب بالنسبه لميسي يروح فين في انجلترا كمصلحه ميسي؟ يعني اكيد يا جماعه يروح مانشستر سيتي، لان انت عندك قوتين في انجلترا حاليا بيتنافسوا على الالقاب، فعندك ليفربول وعندك مانشستر سيتي، وطبعا ليفربول مش هيجيب ميسي، فعندك مانشستر سيتي وجوارديولا. ميسي مع مانشستر سيتي هيبقى فيه اكتر من ايجابيه لكلا الطرفين. بنتكلم على اولا الشغف والحماس عند جوارديولا ان هو عايز ياخد دوري ابطال اوروبا، ميسي نفس الفكره، هيدخل على مدرب هو حافظه وعارفه وبينهم ود كبير جدا وهو اللي مطلعه ومربيه يعتبر يعني. فبنتكلم على ان مش هيبقى في اجواء غريبه عليه، خاصه وهو في سن 33 هيروح على انجلترا، بلد غريبه، بلد لسه جديده عايز يكتشفها ودوري جديد. فطبعا سهوله وجود جوارديولا هتبقى طبعا هي الملجا لميسي في الدوري الانجليزي. ده غير طبعا ان مانشستر سيتي يملك القدره الماليه الكبيره جدا. حد هيقول لي طب هو يدفع 700؟ لا هو يا جماعه مش 700 مليون، هو ممكن تخلص يعني صفقه زي دي ب 200 مليون 250 مليون، وطبعا مش هتبقى كلها فلوس يعني هيدخل فيها لعيبه. طبعا انت لو جبت ميسي يبقى انت ممكن تستغنى عن برناردو سيلفا، ممكن تستغنى عن رياض محرز، وبالتالي ممكن تدخلهم في الصفقه لبرشلونه وهتبقى صفقات كويسه جدا للبرسا لو حصلت كمان.
طيب في السيتي هيلعب فين؟ طبعا هيلعب طبعا جناح يمين، هيلعب ورا المهاجم، هيلعب مهاجم وهمي، ميسي حطه في اي مكان هيلعب، خاصة لو معاك 11 لعيب عندهم كفاءة، عندهم نجومية، وعندهم جماعية، وعندهم مدرب بيقود المجموعة دي. طبعا مصلحة كمان لكل لعيبة الفانتازي ان ميسي لو في الدوري الانجليزي هنشتريه كلنا وهنعمله كابتن وتريبل كابتن يا معلم، وهيبقى معانا اساسي في كل الماتشات، وجوارديولا اللي بيجنننا في الروتيشن مش هيستجري يطلع ميسي بره، فهيخليه اساسي على طول. ده غير طبعا ان انت في مانشستر سيتي هيضمنوا له في اخر سنتين، ويقدر يا جماعه يلعب سنتين باعلى كفاءه. احنا شايفين في اسبانيا الراجل مع كل الفرق اللي هناك، هو برده كل حاجه في اسبانيا، هو اللي محطم الارقام القياسيه هناك، يعني بيلعب نفسه يعتبر بعد خروج رونالدو. ده غير كمان ان في مانشستر سيتي هيضمن البطولات، يعني انت بتلعب على الدوري الانجليزي تقدر تاخده، فرقه يعني السنه الجايه مع ليفربول هيبقى في منافسه شرسه جدا، ولكن السيتي يقدر طبعا مع جوارديولا والتشكيله اللي عنده يكسب دوري ابطال اوروبا مع ميسي، هيبقى الوضع طبعا كبير جدا، وهيبقى يعني دفعه معنويه كبيره لجوارديولا وفرقته ان مع ميسي وخبراته ولعيب في الملعب يعني فذ وعبقري بمهارات فرديه يعني استثنائيه، ان انت يبقى عندك يعني فرصه زياده ان انت تقدر توصل للفاينل وتقدر تاخد البطوله. نيجي بقى على اخر موضوع معايا في الحلقه، ازاي جمهور برشلونه هيشكر بايرن ميونخ على اللي عمله في لشبونه والسومانيه؟ في حد يا عم عمرو هيشكر حد على الفضيحه والتجريسه دي؟ وهو البنداني ورا هو عمال يعني بيشد في شعر بيقول لي مش هشكركم عمري. الحقيقه يا جماعه ان هزيمه زي دي احيانا بتحتاجها الفرق الكبيره لما تبقى تايهه وامواج البحر تتلاطمها كده. ازاي؟ انت محتاج هزه كبيره عشان تعمل حل جذري بدل انصاف الحلول. تجيب لي فالفيردي وتجيب لي كيكي سيتين وتجيب لي اي حد كده من تحت العماره تقول له امسك يا عم الفرقه وجدد لده وجدد لده، ولعيبه ضامنه مراكزها الاساسيه مفيش اي تنافسيه. فلو بايرن ميونخ كان كسب برشلونه 1-0 مثلا كان هيبقى مش هيحصل اي حاجه، وكانت الموضوع هيستمر والاداره مش هيحصل عليها الغضب ده كله، وما كانش هيبقى فيه هروله ناحيه كومان بالسرعه دي ويقدروا يخطفوه من المنتخب الهولندي، ومشروع جديد وكلام جديد واداره جديده ومطالبات لاقاله بارتوميو، ابيدال بيمشي، وقصه كبيره عريضه بتنهي يعني موضوع كبير في برشلونه بقاله سنين، ان انت عندك غرفه خلع ملابس وعندك اداره مفيش اي رابط ما بينهم، ده بيعمل اللي عايزه وده بيعمل اللي عايزه، مفيش مدرب قادر يمسك غرفه خلع الملابس ولا يتحكم فيها. فالموضوع ان بعد الهزات الكبيره دي بيحصل فيه مشاكل كبيره زي اللي احنا شايفينها، ولكن بيبقى فيه حلول وبيبقى فيه في السنين اللي بعدها يعني بطولات والقاب. طيب ايه دليلك على ده يا عم عمرو؟ هقول لك يا عم، البرازيل المانيا لما فازت البرازيل 7-2 في ملعبها، وشفنا مشاهد البكاء في المدرجات، وشفنا البرازيليين ازاي اهينوا في كرامتهم وفي لعبتهم الاولى، شفنا ازاي بعدها البرازيل بتقدر تاخد الاولمبياد وتاخد كوبا امريكا، وبتعمل نوع من التجديد والاحلال، وبقى في ضغوط على المسؤولين عن الكوره عشان يحاولوا يخمدوا الغضب والثوره اللي في الجماهير البرازيليه. ده نفس الوضع اللي حاصل في برشلونه حاليا، نفس الوضع، مظاهرات وغضب وثوره، وان احنا ازاي نخسر بالنتيجه العريضه دي، وان احنا عايزين حلول جذريه، وده اللي حصل فعلا من الإدارة هناك، والإدارة غالبا مش هتكمل، وكومان أعتقد إن هو عنده نسبة نجاح كبيرة في السنين اللي جاية لو الإدارة ما اتدخلتش، لو في حد سابه يشتغل بدماغه، ولو قدر يفرض شخصيته على الفرقة وأوضة خلع الملابس، وده اللي حاصل حاليا. وبس كده يا رجالة، أنا كده وصلت لآخر حلقتي، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، يا ريت ما تنسونيش من دعمكم لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. كان معاكم أخوكم عمرو شريف من قناة الحريف، وسلام عليكم.